بس ليه رب كريم. فرد عليه الكريم رد زلزل الارض. حكايتنا النهارده يا جماعه حكايه ليها العجب. الحكايه دي موجوده في الفيوم. صممت ان انا اجيله واقطع المسافه دي كلها عشان اقابل عم راضي. عم راضي اللي ليه في اسمه نصيب، 61 سنه عايش في الشارع، ملوش اهل، ما يعرفش اهله، اتولد كده. عم راضي كان ليه امنيه، هنعمل له مفاجاه النهارده يا جماعه، خليكم معايا عشان خاطر المفاجاه اللي احنا هنعملها لعم راضي النهارده هنفاجئه بيها. عم راضي بيبيع جرايد هنا بقاله 61 سنه. ازيك عم راضي؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ ايه بتبكي ليه؟ ها؟ بتعيط ليه طيب قول لي؟ بتعيط ليه؟ ها؟ من الاذان لربنا. ايه؟ من الاذان لربنا. من اللي اذاك؟ مين اللي اذاك؟ اللي اذاني ربنا. اللي اعطاك ربنا طبعا. ايوه. اللي بيعطيك ربنا. انت بتعيط ليه طيب قول لي؟ يا بني انا نسيت يا انت على راسي يا عم. دمعتك غالية. دمعتك غالية علينا والله. ربنا يستر عليك يا بيه. ايه؟ ربنا يستر عليك الدنيا بس. انت بقالك قد ايه عايش؟ في الشارع. من زمان. في الزمان؟ تعالي كده يا استاذه فاطمه، اقعد جنبك كده بس عشان خاطر ايه اعرف انت بتعمل ايه. بتقول ايه؟ بتجيب لي جرايد زي ده ولي عسل ثلاث زي ما طلعتش بنفس النظام. معلش انا مش فاهمك كويس يا عم راضي، بس بالراحه كده وقول لي انت بتقول ايه. انا ماليش حد بيدور عليا يا استاذ محمد اصلا. مفيش حد بيدور عليك؟ لا خالص خالص. فين اهلك؟ مفيش اهل خالص. مالكش اهل خالص؟ خالص. بقالك قد ايه عايش في الشارع؟ من زمان، انا 35 سنه. من زمان؟ اه. الناس عجبتني، كل الناس عارفه كده، انا عايش كده في الرصيف، على الرصيف. اه. مفيش حد بيدور عليا ولا بيدور على حد اصلا. محدش بيدور عليك اصلا. طب يعني باباك مامتك فين؟ من زمان. ماتوا من زمان. اخواتك؟ ماليش اخو. مالكش اخوات؟ لا. ولا زوجة؟ ولا زوجة ولا اي حد خالص الا فضل ربنا. طب ورجلك؟ رجلك يعني مالها؟ انا كانت قلبت سخونية عندي سعادتك، قلبت كلها كده عندي. كانت سخونية؟ اه. وما عادش جاتني في ساعتها. طب انا اثرت معايا خالص كده. اثرت معاك؟ اه. انت نفسك في ايه طيب يا عم؟ والله كان نفسي في مكنة توكلني لقمة عيش اصلا. مكنة تأكلك لقمة عيش؟ اه. ادور على لقمة عيش اشوف رزقي فين. اه. ده اللي انا عايزه، مش عايز حاجة أكتر من كده. مكنة؟ اه. مكنة اللي هي متلات عجلات؟ ايوه. انت طلبتها؟ انا مش بلعب. مش حد. نسيبني. مفيش مشكلة، هما كلنا أهلنا وحبايبنا يعني. يا أما الله يستر عليك. الناس المحترمة، الناس الحلوة. طب انت هو في الحته دي؟ اه. بس بيبيع جرايد كل يوم هنا، وبتنام فين بقى لما تعوز تنام؟ انا تحت الشجره زي دي. تحت الشجره؟ اه. بقى لك 35 سنه بتبات تحت الشجره؟ ايوه ايوه. عند الزراعه. عند الزراعه؟ ايوه بينام عند الزراعه. هنا اهله يعني؟ لا ملوش اهل هو. آه. انا اعرفه بقالي 30 سنه، خلي بالك ما اعرفلوش اهل. ما تعرفلوش اهل؟ لا ما اعرفلوش اهل، ما فيش الا الناس اهل الخير اللي يجي مثلا يرعيه بحاجه، يجيب له شندوتش، هو ما بياخدش من حد حاجه، نفسه عفوفه عليه يعني. اه. يعني هو تيجي تديله لو ما يعرفكش ما ياخدش منك. اه. ده وضعه. طبعا حضرتك انت لما اتكلمنا يعني وبعتنا لاهل الخير، المهم ايه؟ آه. طب انا عايزك بس تحكي لي الاول عن عم راضي. عم راضي انا اعرف عم راضي من حوالي 30 سنه. اه. لان احنا بيوتنا في المنطقه هنا. اه. ما شفتلوش اهل ولا اعرف له اهل ولا اخوات ولا حد. اه ما حدش بيسال عليه خالص. لا ما حدش بيسال عليه الا الناس. آه. اهل الخير بس. ما حدش بيسال عليه خالص. ده جدي بقى له 30 سنه هنا كده معانا. انا قاعد في المنطقه دي، قاعد في المنطقه دي من فتره طويله يعني، كل ما اجي الاقيه برضه ماسك الجرايد وقاعد ومالوش حد وقاعد كده على طول. وبيبات في تحت الشجره. تحت الشجره. تحت الشجره. اه. احنا اتولدنا هنا يا احنا. اه. انا اتولدت الناس اتولدت بيتي في وشك اهو ومحل. ايوه الراجل ده هنا. انا اتولدت لقيت الراجل ده مكانه كده. وعامل بالجريد وبالحاجات كده، حاجات في الشارع، وقاعد متغطى وبينام فيها.
يعني مفيش مأوى ليه؟ ما ياخدش حاجة من حد خالص. نفسه عايز علاج ايه؟ ما بيتزوجش يعني لا 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 ما بيمدش من حد. لا 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 لا, لا ولا يمد ايده لمخلوق خلقه ربنا خالص. ما بيمدش ايده لحد. عمره. ولو ما يعرفكش ما ياخدش منك. ان ما كانش يعرفك لو هتديله 1000 جنيه 100 جنيه ما ياخدش. لو ما يعرفنيش مش هياخد. لو ما يعرفكش ما ياخدش منك خالص على الاطلاق. في ناس عرض عليا خالص يعني. وكده ما هو قاعد كده ما هو عزيز النفس. هو عزيز النفس. انت 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 على راسنا يا عم راضي. الله يستر عليك يا بيه. والله يستر عليك ربنا. انت على راسنا. ربنا يبارك لك في صحتك وفي عافيتك. ولو 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 ملك ايوه هو كريم. لو مالكش اهل ليك رب ايه؟ كريم. كريم صح؟ انت بتبيع الجرايد بقى دي كلها بتتباع معاك ولا لا. ما بتتباعش. ما حدش بيشتري جرايد دلوقتي؟ لا. سواء تعبان محمد واحد يجي ياخد منه جرنان يديله 5 جنيه. يعني ممكن مثلا يبيع له 7-8 جرايد في اليوم لانه ما حدش بيقرا جرايد. الناس دلوقتي ما بتقراش الجرايد. الناس كلها دلوقتي بتتابع الفيز والنت والحاجات ديت يعني كده. عم راضي. نعم. دي بتاعتك انت مواليد كام؟ اه ال ال اعزب. يا ريت ليل واهل والله. لا هو كده يعني. يعني الحمد لله رب العالمين. يعني احنا ناشد وزاره التضامن انها برضو تشوف عم راضي وان شاء الله كل مشاكله هتتحل. ايوه يعني احنا هنحل هو هيبات فيه يعني غرفه. غرفه لو غرفه الفرش بتاعه يكون افضل من ده كله. هو عاوز الموتوسيكل يتحرك بيه يعني بدل ما هو قاعد كده مكانه. العجله دي ما بتوديش مصلحه معاه. وتعبانه ايديه او ايديه عاوز حاجه يتحرك بيها يعني. هو نفسه في موتوسيكل يتحرك بيه صح؟ يعني يقول له مكان تقعد يقول لك لا اهم حاجه عندي الموتوسيكل. مكان يقعد فيه لا عاوز موتوسيكل. دي اهم حاجه عنده. اهم حاجه الموتوسيكل. طيب انت شوف انت يا بابا. عم راضي ماشي على العجله رجليه ورمة بطريقه فظيعه. تمام. انت يعني عم راضي من العجله لان رجليه قعدت تصوري حضرتك رجليه تعبانه جدا. بص يا جماعه يعني عم راضي يعني العمل واسع طيب لان ده حديد. ده حديد ما بتعمل له في ايده. مبهدل خالص ايده يعني. التروسيكل هيحل لك المشكله يا عم راضي. ده اكيد يعني. اكيد يعني ايه؟ اكيد اكيد. لو جبناه لك بعد شهر هيبقى كويس. حلو الحمد لله. ها حلو رضا من عند الله. هيبقى رضا من عند الله. رضا من عند الله. يا ابني طب ارجع في الاول كده يا جماعه. عم راضي الموتوسيكل اهو نور كده ممكن يظبط. الله اكبر. الله اكبر على الجرابي. الله اكبر. عم راضي ممكن تجي لي يا استاذه فاطمه؟ هو اتصدى ورا يا ابني ورا ورا يلا. الله صل على النبي. سقف بقى. استاذه فاطمه ارجعي ورا واتينا كده. ده يا استاذ محمد. حاضر حاضر اخليك تقول اللي انت عايزه. عم روح فين المفتاح؟ الف مبروك يا عم راضي. ده المفتاح بتاع التروسيكل اللي انت طلبته من ربنا. ربنا يستر عليك دنيا واخره. ورب الحمد لله رب العالمين. احنا بس طالبين منك انك انت تقول الحمد لله. الحمد لله فات دي جايه لك ربنا بعد ما انت طلبتها وتمنيتها. السر عليك رب. فربنا حققها لك يا عم راضي. سقفوا له يقول لعم راضي ممكن بقى. حاضر. اتفضل. طبعا انا كنت متكلم مع حضراتكم والاستاذ سيد والاستاذ محمد. استاذ محمد حضرتك انت يعني. وقلت له ان شاء الله في مكنه جايه لك بعد 10 ايام او اسبوع. الكلام ده امبارح بالليل. انت خلي بالك وشلتها يعني بديله حاجه بقول له خد دي بقى ايه لما تلبسها لما تجي لك بعد 10 والمكنه جايه الليله. قلت له طب انت الاساس من قلبي. ايه قلبي دليل لاي حاجه. ممكن بس نسيبه يديله مساحه ان هو يتكلم. مش انا قلت لك اللي قال لك مين يا راجل؟ قلت لك ما حدش قال. ما حدش قال له خالص يا ابني. يعني انت كنت ربنا يستر عليك يا اخي.
ابعد عنك الوحش. الله يخليك. بنحاول بكل سعادة. الله يخليك. بصوا يا جماعة يعني بالمناسبة أنا بصيت كده شفت الصورة بتاعت المنتخب الرجالة اللي شرفونا ووقفوا وقفة رجالة. احنا بنقول لكم هنا اهو إن كنتوا شرفتوا مصر. احنا ما خدناش كأس أمم أفريقيا بس انتوا رجالة رجالة والله. نرجع مبروك يا عم راضي. الناس يا جماعة يعني مبسوطة جدا يعني فرحتهم أكتر من فرحة عم راضي يعني. انت بتعرف الورقة فين بتاعت اديتها لمين يا جماعة؟ الورقة فين لو سمحت؟ راجع يا حاج. اهو خد يا عم. عايزين نركب على المحمل ده ال يا استاذه فاطمه. عايزين نركب على المحمل ده ال لا 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 دوله كده. ده العادي بتاع المبيعه بتاع المكنه. تمام حطه في جيبك بقى كده. تمام انت من غير ما نشكر حد. انت شوف انت طلباتك ايه. احنا انا مش بقول لك انت عايز تقول حاجه عشان تشكر حد. الشكر لله. تمام احنا بنناشد يا جماعه الجهات المعنيه المتمثله في وزاره التضامن ان احنا نشوف سكن ضروري جدا لعم راضي. عم راضي اللي اسمه اللي ليه في اسمه نصيب لان هو رضي وصبر وفضل لحد 61 سنه عايش في الشارع ما يعرفش اهله فين وربنا كرمه وحقنا له جزء من امنيته. ان شاء الله رب العالمين هنكمل له الباقي. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده مع فتح الشو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.